منذ أن ظهر هؤلاء الضالون أعداء الأديان والحضارة والإنسانية، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما خدعوا الناس برفع الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، الأدعياء كاذبون، ضالون ومضللون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بعذب الحديث، يجتزئون الآيات من سياقها وصدق مبتغاها كي يضلوا الناس عن دينهم ويحرضوهم للخروج على قادتهم وهجر مجتمعاتهم. وتثبت الأيام ووقائع الأحداث وجه الإرهاب الغادر وجنوح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات، وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات وبث الخوف والرعب والفوضى. وكم حذرت مصر العالم من شرورهم،